وهلا success story. تم تشكيل هالفرقة بال 2009 وبال 2014 وقعوا رسميا بباريس مع شركة ألمانية عالمية للإنتاج الموسيقي، وبلشوا الشغل مع منتج العالمي فيكتور فان فوكت يلي بتشتغل مع كايلي مينوغ والديباش مود. لمع اسمه عالميا وشملت جولاتهم الموسيقية أكثر من 200 حفل بكافة أنحاء أوروبا. خلينا نتعرف سوا على هالفرقة اللبنانية العالمية هوكل بروسلي مع وسيم بو ملهم. وسيم حبيبي سادة جود 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 تمام انت هون وسيم بو ملهم ليه السكسس ستوريز هالسنه من الاخر لانه كنا حريصين انه فعلا اذا بدنا نحكي على سكسس ستوري لتكون هذه القصه تكون فعلا هالقد كبيره قمنا لقينا بالموسيقى انه انتم الفرقه الوحيده اللبنانيه في كثير غيره ما بدي اقلل من قيمه حدا بس اليوم باخر سنتين ثلاثه لنحطها بهذا الاطار راحت ظهرت من لبنان ما بتغني ابدا بالعربي وقدرت هيدي الفرقه تعمل اكثر من 200 حفل وتور بيوروب عملتوا عده كونسيرات بقلب يوروب برمتوا كذا بلد بيوروب قبل ما ترجع لعنا هون ومش هيدا هو المشوار خلص بعد عندك حفلات وقصص اهم واهم واهم بدايه بدي اقول لك برافو كبيره لكل شيء عملتوه برافو كبيره لانه قدرتوا توصلوا لهون وعن جد انتم يو ار ريل سكسس ستوري ثانك يو سو ماتش ليه هو كل بروسلي ليه لا حلو يعني ما بعتقد الا doesn't have a really deep meaning is random كثير الاسم بس وما نعرف بعد لهلا هي بلشت شوي مزحه القصه بعدين it grew حبينا الاسم بعدين بس هي بلشت random شوي طب وقت تحبوا الاسم بس انتم تكون مزحه الاسم هيك ركب على مزحه بس انتم تكبروا ايه ما فكرتوا تغيروا الاسم؟ ليك ايام بنفكر انه ليه بس بعدين حسينا انه it has a lot of traction الاسم يعني وقت العالم تشوفه مثلا على بيلبورد بتقرا بتسال بترجع they go in they google they search for the band لانه الاسم شوي it gets you curious in a way ف thank you so much ف رجعنا قلنا انه it's the best way to move forward طيب وسيم انتوا الفرقه الوحيده اللبنانيه روك باند ايه يلي كانت موجوده بلبنان وفجاه مضيت مع اشخاص عالميين مع فيكتور فان فوكت ورحتوا كنتوا على الكونسرتس مع بلاسيبو وغيرهم كنتوا موجودين بالاوبننج تبعهم طيب كيف صار هذا التعاون؟ شو هي الخطوه اللي اخذتكم لبرا وشو عملتوا برا؟ ب 2014 كان عندنا حفله بفرنسا through ناس 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 بعقدوا وصلونا لهونيك وفي there's a German management اللي مضيتنا نزلوا من المانيا على فرنسا شافونا ب in Paris ب لابول نوار بلا سيغال كان الحفله ومضيونا ليلتها حكينا بالباك ستيج قعدنا معهم شوي مدينا وبلشنا على مرحلة ست شهور ننقل حياتنا تا ننقل لأنه مجبور تكون ساكن بأوروبا إذا بدك تعمل تور بأوروبا إذا بدك تعمل حفلتين أو ثلاثة أو أربعة كل جمعة ما فيك تسافر كل جمعة من لبنان لهونيك so you have to بدك تنقل كل حياتك لهونيك بدك تصير موجود هونيك ساكن فعلى مرحلة ست شهور نقلنا وبلشنا نبرم هونيك كيف كل الوقت كيف بتكون البرمة؟ يعني في تراك في كيف تعمل عندنا تور باص تور باص اوكي وعندنا تور مانجر بس نشوفهم بالافلام يعني 100% عندنا تور باص وتور مانجر وساوند انجينير عندنا جروب اوف جايز اللي بيمشوا معنا وبكون كل شيء منسق مع البروموترز تبع السيتيز اللي رايحين عليهم ان كان كلب او فيستيفال شو ما كان يعني وكثير منسق كل شيء يعني احنا ما كثير بنسال نحن بنطلع بتطلع بالباص وبتمشي يعني عم بتعيش الروك اند رول لايف شوي ايه مع الوسيبيز اللي بينطوا الجيرلز But when based actually? And What? The groupies? When based? We're based always between بين two cities اسمهم city اسمها Münster بالwest of Germany وcity اسمها Berlin obviously لأنه حسب نحن وين عم نبرم ألمانيا كتير كبيرة وحسب إذا طالع على أستريا سويسرلاند أو إذا نازل على تشيك ريبوبليك أو دنمارك أو فرنس بيتغير مطرح ما بتكون عم بلش التور تبعك بس so for the fans حبيت تاخذ الادريس بس ما ما أنا السؤال هيدا إنه for the fans you have the groupies that follow you from one event بيلحقوكم في صار في عنا funny enough صار عنا فان كلب هونيكي
So they get into a bus, 40 or 50 people of them. Wow. وبيلحقونا على sometimes for cities in Arab. وسيم أنا عندي شغلة يعني هلا مثل ما هم تقول إنه أنتوا تركت لبنان ورحت على يوروب. ومثل ما نعرف يعني أنا I'm big fan of the band وبنعرف إنه أنت كنت شغيل هون وبتشتغل يعني أنت هجرت يعني أنت كنت هون هوبي لإلك الموسيقى وهجرت at the end of the day. وبتعرف إنه يمكن ما بعرف أنت بدك تجاوبني إنه يمكن هون ما في مجال للأغاني وتركت بلدك لتعمل شيء أنت بتحبه. أنت كيف يعني شو كان معك؟ كنت زعلان إنك تارك بلدك أما لا هذه شغلة كان بدك تعملها شو ما كان سعرها؟ وأيام بتحس حالك إنه مظلوم إنه أنت بيوروب عن جد معروفين كتير وعندكم فانز وهون إنه بلبنان بعد إذا بدك بعد ما عندكم هالاسم أم نس كل هالشعب بيعرف عندكم شو هالكارثة. نحنا سوقنا is very particular لأنه منغني بالإنجليزي أيام نتشعب شوي بقلب الحفلة. We have some oriental influences that come in or out. عملتوا بتونس بيك عملتوا الكفر تبع بتونس بيك اللي فعلا كان رائع مظبوط حق نجاح كثير 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 قوي مظبوط. بس لجاوبك على سؤالك إنه هي السوق كثير it's very particular so مجبور تفل من الميدل ايست لأنه أنت ما عم تنافس حدا هون وأصلا ما عم نافس حدا برا لأن برا صار له 100 سنة عم يشتغلوا نحن بعدنا جديد ما عم نتعلم. بس الفكرة هي إنه بدك تكون مجبور تكون موجود برا مجبور تفل لأنه إذا بدك تعمل if you want to reach any successful story in that matter بدك تعمل 100 حفلة بالسنة بدك تبرم كتير بدك تبرم 3-4 مرات بالجمعة وما خلص بدك تنقل you have to move your center point لهون يعني مش راجعين على لبنان anytime soon. انا هلا بعد سنتين بعد كثير انه سنتين كثير اشتغلنا هلا صار في شويه بالانس اكثر صار في بركي 6 شهور هون 6 شهور هونيك. شو بتقول الفنانين اللي بيقولوا اللي بيغنوا بالانجليزي وهم لبنانيين بيقولوا بنغني هون بنطلع من هون لبرا سو ما بيفكروا بنفس الطريقه مثلكم سو تنصحهم يطلعوا لبرا تيرجعوا بعدين اقوى للبنان. هي الطلعة منا هينه ابدا ما في يعني مش منا مثل الستوري تبع نيويورك اذا انت ممثل بتسافر بتوصل على نيويورك بلش تنبش حدا هونيك. هي الفكره انه لازم تكوني ممضيه يو هاف تو بي سايند. يعني كيف نحن صارت انجروب في لبنان شو الكبسه السحريه يعني اللي ما بعرف كيف صارت معنا حدا شافنا هون طلعنا على فرنسا حكي مع حدا بالمانيا اجوا من المانيا شافونا يعني هيد هانتد شوي ايه بس ات وازنت يعني مش انه طلعنا على الانترنت نبشنا على المانجمنت او حكينا حدا اجى حدا شاف هذا الطلوع واجى سحبكم شوي بس ايه بس هيدا سوبر باور لانه اليوم بلبنان كل التالنتس الموجودين بفكروا ما حدا اشان معناتها اللي عم بتقوله انت هيدا بشجع كل النيو تالنتس غنوا واعطوه من قلبكم لو انتم بلبنان لانه في حدا عم بيتطلع وفي حدا معقول يعطيكم التيكت لتوصلوا للعالم. نحن سته هون اذا حدا عم يشان زهير لا اخر هم كوزيت دحني معي مثل ما كانوا عم يحكوا انا اول شيء بدي اسالك ما معقول يكون في فان كلوب للروك بلبنان مثلا في ليك من 3-4 سنين وقت كنا نلعب كان يكون في 100-200 شخص بالحفله تبعنا اليوم وقت عم نلعب اخر سنه سنتين عم يكون في 1300-1500 يعني بلش يكون في فان. انا بعتقد هيدا سقفه ما بعتقد انه بعد ممكن تكبر اكثر بكثير يعني حتى مشروع ليلى يلي هن مثلا one of my favorite Lebanese bands and they're great وبغنوا بالعربي و alternative واللي بدك اياه يعني they also have a huge success outside they cap at 3000 people so here, انا بعتقد انه ليه بتقول شو السبب ليه الروك ما عنده هالقد فانز بلبنان لانه مش سوق مش سوق إنجريد أنا بس بدي أقول شغلة لوسيم إنه واحدة من القصص اللي انتبهت لها لأنه أنا I'm their number one fan يعني حافظت لهم كل شيء بس بدي أقول لك إنه واحدة من القصص الملفتة هي إنه وقت سافروا على ألمانيا مع إنهم ما بيغنوا بالعربي كتير عرفوا العالم عن لبنان وعرفوا الأجانب نحن كيف منفكر وعن كل قصة غنية وحتى بتونس بيك يمكن كتير إكزوتيك برا من ما نحن رح نتقبلها هون so هن they're kind of ambassadors لإلنا and we're so proud of you نحن فخورين فيكم وسيم من الآخر ليلى من خليفة من الآخر إن شاء الله كل ال new generation تتعلم منكم وهيك تتغني وتعمل كونسرت في بلادها تتعرف بحالها ويجي حدا ويشوفها ويطلع فيها من الآخر لاخر I'm jealous of this like, experience عن جد الرود
the whole rock and roll kind of thing. Jesse. Good job. عن جد great success story. إن شاء الله يا رب منشوف more success stories من لبنان. Band بتعقيد و keep on impressing the new the young people. زر طويل. قصة حلوة وبشعة بذات الوقت، بشعة لأن تالنتس من لبنان ظهروا لسوء الحظ مثل دايما لازم يطلعوا من البلد لينجحوا، بس يو ميك أس براود ونحن فخورين فيكم لأنهم تمثلوا لبنان برا بالعالم كله. أنا بدي أقول لك إنه I know it's not only إنه كتلة محل وثائب حدا شافك، I know that you work hard كثير و I wish you all the best. Thank you. وسيم أنا كمان وكبتك بكل هالسنين وعرفت قديش قدرتوا توصلوا لمحل كثير كبير وللعالمية. وين رح تكونوا ببيروت بسبتمبر؟ رح تلعبوا شيء؟ ايه بسبتمبر رجعين على البلد كرمال نلعب بفستيفال كثير بنحبه اسمه ويكر بارك. بصير بالباترون اون سبتمبر 9th وعن ماندي ب 9 سبتمبر ونحن تنين اي ثينك وي ار جونا اوفشلي لونش ات بس كلكم معزومين. اكيد 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 ثانك يو. بدي اقول لك برافو لكل شيء وصلتوا له وحابب شارك الناس قبل ما تفوت بريك بريبورت صغير بيفرجي انتو عن جد شو عملتوا. ثانك يو وسيم لانه كنت موجود معنا الليله. ميرسي كثير. ثانك يو. ثانك يو. Certified right to thrill from the